طيب دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية التي لدينا. أمام حضراتكم القوات الخاصة السودانية تنفذ عملية مداهمة بمنطقة أم درمان العسكرية. الجميل يعني هي تلك الابتسامات الحاضرة في هذه الصور، ابتسامة هذا الجندي تظهر الفرحة الشديدة بدحر قوات الدعم السريع، وتظهر بأن هناك ثقة في المولى عز وجل بأن النصر قادم في الأيام المقبلة. أعتقد بأن هذا الأمر يعطي نوعا من أنواع الطمأنينة للمواطن السوداني الذي عانى كثيرا طيلة كل هذه الأيام الماضية، ويأمل بالفعل بأن تنتهي هذه المحنة في القريب العاجل. الآن الانتصارات تتحقق، انتصارات تلو الانتصارات، مكاسب تحسب للجيش السوداني، القيادة العسكرية الكبرى السودانية حاضرة في شوارع الخرطوم، الفريق أول عبد الفتاح البرهان ظهر في الشارع، تحدثنا عن ظهور سابق له داخل مقر القيادة العسكرية وبجانب كثير من القيادات العسكرية، وظهر بملابس العمليات العسكرية، ما يعني بأن لديه حرص شديد للغاية على أن يقول للجنود أنا معكم وبجانبكم في هذه المعارك الضارية والقوية.